اهلا بيكم. يا ريت قبل ما نبدا ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه علشان يوصل لكم كل جديد. بيبدا فيلمنا في سنه 1887 في مدينه بكين الصينيه في واحد من قصور الحرس الملكي، وبنشوف رئيس الحراس وانج اللي بيامن على الجوهره الملكيه. بس اثناء كده بنت لين بتنادي عليه علشان يتعشى، واثناء اكلهم بنشوف ان لين بتقول لابوها ان اخوها شون بعت ليه رساله من امريكا بيسلم عليه فيها، فبيتمنى وانج لابنه انه يكون بخير. وقتها بنشوف الحراس اللي بره القصور اللي بيهجموا عليهم مجرمين وبيقدروا يخلصوا عليهم، وبنشوف ان قائدهم نيلسون الحرامي الانجليزي بيقتحم المكان اللي فيه الجوهره الملكيه علشان يسرقها ويبيعها في انجلترا. بس لما بياخدها بيجي لي وونج وبيهدده، بس نيلسون بيقدر يخلص على وونج بسكين وبيضرب بنته لين اللي بيغمى عليها وبياخد الجوهره الملكيه. ولما لين بتفوق بتلاقي ابوها ميت والجوهره اتسرقت. وتاني يوم بنروح لشون اللي بيبقى ابن وونج واخو لين، وبنعرف ان هو شغال ظابط في مدينه تكساس، وبنشوف ان بتوصل ليه رساله من اخته بتقول فيها ان ابوهم مات وانها راقبت المجرمين لحد ما وصلوا انجلترا. فبيتضايق شون جدا وبيقرر انه يساعدها ان هم يلاقوا القاتل وينتقموا لوالدهم. فبيروح لروي اللي بنعرف ان هو كان مجرم زمان ولكنه تاب، وبنعرف ان هو وشون اصدقاء من زمان. وبيقول وقتها شون لروي ان هو عايز الذهب اللي عانوا معاه، بس بيتاسف لروي وبيقول له ان هو خسر الذهب في القمار. وقتها بنشوف ان العمده بيدخل المكان وبيكون عايز يقبض على روي وشون بسبب عداوه قديمه ما بينهم، وفعلا بيقابلهم، بس بيكون شون محترف في القتالات وبيقدر يضربهم ويهرب هو وروي من المكان. وبنشوف ان هم بيركبوا سفينه وبينطلقوا لمدينه لندن في انجلترا علشان يقابلوا لين اخت شون، وفعلا بيوصلوا لندن. بس اثناء طريقهم ولد حرامي بيسرق من روي ساعته وبيهرب، فبيطردوه كل من شون وروي. ولما بيوصلوا ليه بيلاقوا ان في عصابه هي اللي مجبراه يعمل كده، فبيتعاركوا مع العصابه وبيقدروا ان هم يضربوا جماعه العصابه وبيسترجع روي الساعه بتاعته. بس البوليس بيجي ليهم وبيقبض عليهم، واثناء ما هم في السجن ومتضايقين بيجي ليهم الضابط ارتي اللي بيشكرهم لانهم ضربوا المجرمين وبيعتذر لهم ان الجنود قبضوا عليهم بالغلط. فبيشكروه كل من روي وشون، وبيسال شون ارتي الضابط على نيلسون المجرم، فبيقول له ارتي ان نيلسون منصبه عالي جدا في الدوله ولكنه فاسد. وقتها بيقول ارتي ان لين اخت شون موجوده في القسم لانها حاولت تخلص على نيلسون، وبيسمح لشون انه يشوفها. فوقتها بيقعد كل من شون وروي مع ارتي وبيطلب شون منه يحبس اخته علشان ما تخطرش بحياتها، وبيخطط معاه هو وروي ازاي هيقبضوا على نيلسون متلبس. ولما بيخرج كل من روي وشون من السجن بيجي ليهم الولد اللي سرق منهم الساعه، وبيشكرهم ان هم خلصوه من العصابه، وبيعرض عليهم بيت ايجاره بسيط علشان يباتوا فيه. فبيوافق كل من شون وروي، وفعلا البيت بيعجبهم، وبيعرفوا من الولد ان نيلسون عامل حفله في بيته النهارده، فبيقرروا يروحوا ليه متنكرين علشان يرجعوا الجوهره وينتقموا منه. وفعلا بينجحوا في الدخول للحفله وبيعرفوا مكان مسروقاته. ولما بيبقى شون هياخد الجوهره تاني بيهجموا عليه مجموعه من الحراس، ولكن هو وروي بيقدروا يضربوهم. وقتها بتيجي ليهم لين وبتساعدهم، بس لما بيشوف شون صندوق الجوهره بيلاقيه فاضي، ولكنه بيلاقي صندوق سري جوه المخبأ. فبيدخلوا فيه وبيلاقوا نيلسون بيكلم واحد اسمه تشاو، وبنعرف ان هو اخو الامبراطور الصغير واللي حاول يخلص عليه علشان يستولى على الحكم، ولكنه ما قدرش وانطرد من البلد وراح على انجلترا. ولما مشي تشاو بيهاجم شون واللي معاه على نيلسون وبيقدروا يوقعوا منه الجوهره، بس الولد الحرامي بيظهر وبيسرقها. وقتها نيلسون ولع في المكان وحجز شون واللي معاه، فبيقدر شون يهرب اخته وهو وروي بيهربوا بالسياره من المكان. بس بتطلع السياره خربانه ومفيش فيها فرامل، فبيعملوا بيها حادثه في وسط الغابات. وتاني يوم بيفوقوا من الاغماء وبيقرروا يلاقوا الولد وياخدوا منه الجوهره اللي سرقها. فوقتها بتيجي ليهم لين اخت شون وبتاخدهم معاها وبتوديهم لاوتيل، وهناك بنعرف ان روي بيحب لين وبيطلب من شون يطلب ايدها ليه، فبيتضايق منه شون وبيروح لاخته لوحدهم وبيعرفها ان روي مدمن قمار، ولكن روي بيكون بيتجسس عليهم وبيعرف ان صاحبه بيسوق سمعته. ولما بيرجع شون لصاحبه روي وبيتكلم معاه بيكون روي متضايق منه وبيتخانقوا مع بعض، بس بيتصالحوا في الاخر. ولما بيدوروا مع بعض على لين بيتفاجئوا انها مش في الفندق، ولما بيلاقوها بره الفندق بيكتشفوا ان رجاله نيلسون عاملين ليهم كمين وفعلا بيطفوهم. وهناك بيكتشفوا ان نيلسون من العيله الملكيه وعايز يخلص على ملك انجلترا علشان يورث الحكم من بعده، اما تشاو فبيساعده مقابل الجوهره. وقتها بيكونوا الحراس هيخلصوا على شون وروي، ولكن شون بيكون قوي جدا وبيقدر يفك نفسه ويحارب الحراس وبيهرب من المكان مع روي، بس بتكون اخته لسه مخطوفه. وتاني يوم بيروحوا للضابط ارتي وبيقولوا ليه ان نيلسون بيخطط لانه يخلص على الحاكم، بيكونوا عايزين يعرفوا منه مكان الولد الحرامي. فارتي بيوديه
يوديهم لمتحف انجليزي لان الولد عايش هناك فعلا، بيوصلوا هناك وهناك بيكونوا موجودين رجاله نيلسون، فبيقدر شون يضربهم، ووقتها بيكون روي لقى الولد وبيقدر يمسكه وبياخد منه الجوهره، ولكن وقتها رجاله نيلسون بيهددوهم بانهم هيخلصوا على الولد لو ما ادوش ليهم الجوهره، وفعلا هما بيدوها ليهم. وبنشوف ان رجاله نيلسون بيهربوا، ولما بيخرجوا وراهم شون وروي بيكونوا الشرطه وصلت وبتقبض عليهم، واثناء ما هما بيترحلوا للسجن الولد الحرامي بيكون قادر يسرق مفاتيح عربه الشرطه وبيهرب كل من روي وشون منها، وبيشكرهم لانهم انقذوا حياته. ووقتها بيعرف كل من شون وروي ان في احتفال كبير بيقام وان العائله الملكيه هتبقى هناك، فبينطلقوا ليه علشان ينقذوا العائله المالكه من مخططات نيلسون وتشاو. ولما بيوصلوا بيكتشفوا ان تشاو هيخلص على العائله المالكه اول ما الالعاب الناريه تشتغل، وكان موجود على سفينه وسط البحر، فشون بيقدر يدخل السفينه وبيلاقي اخته هناك فبيفكها. ولما الالعاب الناريه بتنطلق والناس بتشتغل بيها، تشاو بيبدا في ضرب النار على العائله المالكه، بس بيوقفوا شون وبيبداوا عركه قويه مع بعض. ولما بيكون تشاو قرب يخلص على شون بتقدر ليه نقطة شون تخلص عليه، ووقتها بيكون كل من روي والظابط ارتي بيحاصروا نيلسون، ولكنه بيهرب وبيضرب ارتي بالنار فتاخد لين بالها منه، ووقتها بيطارد كل من شون وروي نيلسون وبيدخلوا مبنى الساعة، وهناك بتحصل عركة ما بينهم وما بين نيلسون اللي بيبقى محترف جدا وبيزق روي بره الساعة، ولكنه بيقدر يمسك في عقرب الساعة، ووقتها بيتحارب هو وشون. واثناء القتال بيتحدفوا هما الاثنين بره الساعه، بس روي بيلحق شون وبينقذه، اما نيلسون بيقع على الارض وبيموت. تاني يوم بتشكرهم الملكه هما وارتي على خدماتهم وبتعينهم كفرسان، اما الجوهره فبترجع مكانها في الصين بعيد عن الحراميه. وبعدها بيوافق شون ان روي يتجوز اخته، ووقتها بيكونوا كلهم سعداء.